أبناء هذا الجيل، فعلينا أن ننخرط فيه، ولكن أن تكون هناك مرافقة لهذا الانخراط حتى نحافظ في الوقت نفسه عن الخصوصية الوطنية الثقافية، وفي الوقت نفسه أيضا أن ندخل في حوار مع الثقافات الإنسانية الأخرى، لأن الجزائر ليست مقطوعة عن العالم. العيش معا ضروري، الحوار مع الآخر ضروري، ولكن أيضا أن يكون هذا الحوار وهذا العيش من خلال شخصيتنا ومن خلال خصوصيتنا الثقافية التي يمكن أن نستعملها ونستثمر في البلاتفورم من أجل ترقيتها. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.